أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم الأستاذ حكمت صاحب البيت العيناوي للتنجيد. أستاذ حكمت، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا، شرفتونا بمدينة العين البداية، ومؤسسة البيت العيناوي للتنجيد والديكور. الله محييكم. الله يحييك. بالنسبة لي شخصيا، أنا متواجد بدولة الإمارات من 1988. طبعا كأحد الناس اللي اجت لهوني، بدت بعملة بمساعدة الآخرين، وإلهم فضل علينا بالبداية. ولكن كل واحد له طموحه، له توجهاته، رؤى مستقبلية. من هالباب هذا، بعد ما كوننا خبرة لا بأس بها 10 سنوات من الناس اللي اشتغلنا معهم، بدينا بتحقيق بعض الطموحات بالنسبة لنا. بدينا بمشروع بمساعدة بعض الأصدقاء كمان بالشراكة لتكوين مؤسسة البيت العناوي للتنجيل والديكور. من ثم يعني كمان للمستقبل صارت الشراكة، لغية الشراكة، وصارت خاصة بالنسبة لي. يعني ما شاء الله عنك. خبرنا أكثر عن الخدمات أو المنتجات اللي بيقدمها البيت العيناوي. طبعا البيت العيناوي مؤسس من 1989، عمر طويل له، خبرته واسعة، متكون من شو بيتعلق بالتصميم والتنفيذ، الديكور الداخلي، الأثاث الداخلي بالمنازل. طبعا بالإضافة إلى المنتجات، الستائر، التنجيد، أي شيء بيتعلق بالتصميم الداخلي كله نحن بنهتم فيه. ما شاء الله عنكم. طبعا في ظل المنافسة القوية في سوق الإمارات، خبرنا عن المميز عندكم عن باقي المنافسين. والحمد لله، الحمد، مصداقيتنا هي رأس مالنا نحن بالعمل. أثبتت وجودها مع تقادم السنين وظهور المنافسين الكثر بالسوق، فكان يعني أسمى شغلي عندنا هي مصداقيتنا بالعمل وأمانتنا بالمواد اللي بنشتغل فيها لصالح حزبه. فكانت هذه أحد الركائز الأساسية اللي بنعتمد فيها عليها بعملنا. ما شاء الله عنكم. نعم. خبرنا أكثر عن الرؤية والهدف للبيت العيناوي. ما في شك أي عمل قابل للتطوير، والحمد لله نحن بدولة مثل دولة الإمارات بتساعد على تنمية الرؤى بسوق مفتوح، بتخطيط ممتاز لإدارة القطاعات المنجي بالبلد. فمشكورة الحكومة والشيوخ الكرام، كل فترة بيغيروا بالقوانين، بيعملوا له فرمة، يعني تطوير، عملية تطوير. ودائما تسعى الإمارات فعليا على تطوير جميع القوانين لتصبح في متناول الجميع وتصبح أسهل لجميع المتعاملين. طبعا بما أنه ذكرنا دولة الإمارات، لازم نذكر نعمة الأمن والأمان. ما في شك علينا وعلى شك جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة. خبرنا كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمر سواء من داخل أو من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم الخبرة اللي متواجدة عندكم في السوق. شوف، هذه لا هي مجاملة ولا هي شيء. هل لمسنا بدولة الإمارات منذ وجودنا هون قرب الحاكم من ابن البلد. صحيح. كان وافد وإن كان مواطن يعني، فمنلاحظ ما في حواجز بين الحاكم والمسؤول والفرد الموجود بالبلد. فهذه عطت ردود فعل إيجابية واسعة، إنه تطور من القوانين وتطور بالإنتاجية بالبلد. فالمغفور له المرحوم الشيخ زايد أسس دولي، ومن بعده كمان شيوخنا الكرام كمان تابعوا عنهج الشيخ زايد، إنه ما في حواجز بين الحاكم وبين الحاكم، مثلي مثل أي فرد. صحيح. بالبلد. صحيح. فالحمد لله يعني هذه عكست على حتى الوافد اللي عبيجي لهون، يعني عبيساعد على أمن البلد، لأنه عبيلاقي شيء مميز عن الأماكن الثانية بالعالم. بالفعل. ومعليش بدي أضيف شغلي. أكيد. يعني كل دول العالم تعرضت لنكسات. صحيح. وتعرضت، وخاصة الهزات الأخيرة، إن كان أزمة كورونا ولا غير كورونا ولا الأزمات الحروب العالمية، لاحظنا دولة الإمارات من أقل الدول تضررا بهذه. ليش؟ لأنه
الحكام صحيح والأساس مبني على صح. صحيح نعم. بالفعل. طبعا بنوجه رسالة شكر لجميع شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة من منبر برنامج رواد الأعمال ومن قناة ABC ومن طاقم عمل قناة ABC. حابين نشكرك في نهاية لقائنا في حضورك معنا اليوم وتواجدك معنا بالحلقة. قبل ما ننهي حابين نعرف كيفية الوصول والتواصل إلى البيت العناوي للتنجيد. مؤسسة البيت العناوي للتنجيد والديكور موجودة بمدينة العين، المنطقة الصناعية، خلف جمعة الماجد، كيا موتورز. ما شاء الله عنكم. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني أيضا سوف يظهر أسفل الشاشة. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعوننا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.